معنا مباشرة من واشنطن المحلل السياسي رمضان البدران. أستاذ البدران أهلا بك. إذن رئيسي هو محسوب على جناح المحافظ والقريب أيضا من الحرس الثوري. إذا كانت بغداد لم تبرم اتفاق مع الإصلاحيين للتهدئة، هل ستبرم اتفاق مع المحافظين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أشك في ذلك. بغداد يعني لم تحدد حتى الآن ماذا تريد في علاقتها مع طهران، هل ستلعب الدور الدبلوماسي والوسيط بين طهران وغرمائها في المنطقة والعالم، أم أن لديها قضية تتمثل بتدخل ونفوذ إيراني يمتد في داخل العراق ويتوسع ويتمادى على الدولة العراقية والسيادة العراقية. الواقع الحال يقول أن إيران لديها نفوذ يتمادى على السيادة العراقية، وبالتالي ربما العراق لا يصلح كوسيط في مثل هذه الحالة، بل لديه ملف وملف معقد أكثر حتى من بقية دول الجوار، ويحتاج أن يكون صريحا أكثر مع إيران. مجاملة إيران أكثر من الواقع هو في الحقيقة يدفع إيران إلى مزيد من الوهم في قراءة علاقتها في المنطقة والعالم. إيران يعني تقترب من طريق مسدود، ولشديد الأسف اختارت التصعيد والتشدد وسيلة المواجهة، وبالتالي أول من سيتضرر هي دول المنطقة والعراق أولها إلى ما استمرت عملية التصعيد والتشدد لدى إيران. ولذلك إيران من يكون صادقا معها عليه أن يكون واقعيا معها ويذكرها أن هذا التمادي أو هذا الإصرار هو سيؤذي المنطقة وسيؤذيها في نهاية المطاف. يعني هذا هو الخطاب الواقعي المطلوب مع إيران، أفضل من خطاب الدبلوماسية على حساب واقع العمل السياسي. الرئيس العراقي ما الذي قد سيحمله في الحوار مع إيران حول مقترحات قد تخفف من حدة التوتر التي تشهدها المنطقة؟ الرئيس العراقي برهم صالح، سيد رئيس الوزراء، يعني ما قدموه لنا في المرحلة السابقة هي جهود دبلوماسية وليست سياسية. وفي الحقيقة أنا الخطاب الذي سمعناه اليوم أن هناك يعني دعوة إلى إيران لمزيد من الواقعية في حل أمور المنطقة، يتمنى أن يتغير هذا الخطاب. إن لم يتغير هذا الخطاب ويبقى العراق يلعب الدور الدبلوماسي، فإن الرئيس العراقي سوف لن يوفق لأي شيء، والأزمات ستتفاقم في العراق والمنطقة، ولعل العراق هو الوحيد الذي ممكن أن يشعر إيران يعني لنقول واقعية نفوذها في المنطقة. إذا بقى العراق مهادن مجامل دبلوماسي، هذا سوف يعني يضيع على إيران تقييم حقيقي لإمكاناتها في المنطقة. طيب، في العراق هناك نفوذ لبعض الميليشيات الهامشية التي لا قيمة لها على أرض الواقع لو تصدت الحكومة له، وكبح ذلك الجماح. ولو وضعت إيران أمام معادلة واقعية إن, 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 إن يعني حساباتها على هذه الميليشيات في العراق يجب أن تكون واقعية، لأن العراق ليست أرض مستباحة لهذه الميليشيات، وهي ليست أرض مفتوحة لإيران لتنفيذ أجنداتها. هذا الخطاب الصريح ربما لا يستطيع عليه السياسيين العراقيين، ولكن هو واقع الحال، وبعكسه فنحن أمام يعني مستقبل غامض. إذا كانت الحوارات الدبلوماسية لا تنفع بتهدئة أمور المنطقة، إذن ما هو البديل بهذه الحالة؟ هل هناك نوع آخر من الحوار لبناء الاستقرار الإقليمي؟ نعم، الحديث السياسي يختلف عن الدبلوماسي. الحديث السياسي أو لغة السياسة تقول لإيران على سبيل المثال أنا سأتوقف عن التعامل التجاري وأذهب إلى الأردن أو مصر أو غيرها في استيراد المواد الغذائية، أنا سوف أضغط كثيرا على الميليشيات التابعة لكم، أنا لا أسمح بهذا التمادي على الدولة العراقية، الأيدي التي بين أيديكم التي لدينا تعمل لصالحكم سوف نضغط عليها، سوف نقطع عليها وسائل قوتها وسلاحها. هذه لغة السياسة، لغة السياسة ليس أن تقول بل تفعل. وفي العراق حزمة رائعة وكبيرة جدا من الأفعال ممكن أن تقدمها لكي تشعر إيران بحقيقة العلاقة فيما بينها وبين العراق. حزمة يحتاج العراق إلى أداء سياسي وليس أداء دبلوماسي، والأداء السياسي يقتضي إعادة النظر في العلاقات التجارية، العلاقات الأمنية، تحجيم النفوذ، قطع أوصال الأيدي المتنفذة في العراق. هذه هي لغة السياسة، لغة أفعال وليست أقوال. وبالتالي العراق يجب أن يكون جديا في الضغط على بعض الملفات التي تشعر إيران أنها يدها مبسوطة عليها في العراق. هذه هي اللغة التي لم تستخدم حتى الآن، لم يكشف لإيران عن حقيقة آثار التدخل
استاثر على حساب السياده العراقيه، وبالتالي ايران دوما تشعر ان العراق حديقه خلفيه بامكانها ان تمارس فيها ما تشاء دون يعني دون مراعاه للجوار او لمصالح نعم. العراق. هذه هي الرساله الخاطئه التي فشلت الحكومه العراقيه حتى الان نعم. في ايصالها الى ايران بشكل اخر. من واشنطن المحلل السياسي رمضان بدران، شكرا جزيلا لك.